تحصد حوادث الطرق سنويا من أرواح المصريين أعدادا لم يتمكن الإرهاب في أوج انتشاره من الوصول إليها، إذ يسقط في حوادث الطرق قرابة 15,000 قتيلا سنويا، بما جعل مصر تتبوأ المكانة الأعلى بين دول العالم في حوادث الطرق وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية. بينما يتجاوز عدد الوفيات 15,000 تبلغ أعداد المصابين 50,000 تقريبا جراء حوادث الطرق في مصر، ما يجعل معدل القتل في مصر ضعف المعدل العالمي. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في تقريره الذي أصدره بنهاية عام 2017 11,000 حادث سيارة خلال العام 2017، وهو ما شكل تراجع بنسبة 24.5% مقارنة بعام 2016 الذي سجل قرابة 14,000 حادثة، بينما شملت الخسائر البشرية نحو 14,000 مصاب و 3,700 متوفى خلال عام 2017 مقابل 18,600 مصاب و 5,300 متوفى خلال عام 2017. تقر لهم الدولة تعويضات تبدأ من 5,000 جنيه وتصل إلى 40,000 جنيه، وهو المبلغ الذي يتم صرفه في حالات الوفاة. ولم يتوقف الأمر عند حوادث السيارات فحسب، بل امتد ليشمل القطارات والمترو أيضا، حيث يمكن للأسرة التي تفقد أحد أبنائها في حادث قطار أو مترو الحصول على 30,000 جنيه كتعويض، أو يمكن الحصول على جزء من هذا المبلغ في حالة الإصابة أو العجز الجزئي أو الكلي، ويتم صرفها من خلال مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق. ويعود هذا التعويض إلى عام 2002 بعد حادث قطار الصعيد الشهير الذي أدى إلى وفاة 350 مواطناً، حيث تم إنشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، وشارك في عضويتها كل شركات التأمين، وتم إصدار وثيقة تأمين لتغطية مخاطر حوادث القطارات والمترو، وبواقع 25 قرشاً تخصم إجبارياً من قيمة تذكرة القطار وما يوازيها من تذكرة مترو الأنفاق، والتي تعد بمثابة قسط تأميني على كل تذكرة يتم توفير حماية لجميع ركاب القطارات ومترو الأنفاق أو المتواجدين على الأرصفة في مكان الحادث يحصلون به على تعويض. تلك التعويضات القليلة نسبياً دفعت عدداً من النواب على مدار السنوات الماضية، كان آخرهم النائب بدير عبد العزيز، إلى التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب بطلب زيادة قيمة التعويضات من 40,000 إلى 250,000 جنيه. وبحسب المشروع المقدم ينص على تعديل المادة 8 من القانون 72 لسنة 2007 لرفع المبلغ الذي تؤديه شركة التأمين من 40,000 جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم إلى 250,000 جنيه، ورفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير إلى 20,000 جنيه بدلاً من 10,000. القضية خطيرة وتتخطى أبعادها الاجتماعية أبعاداً اقتصادية ضخمة تزيد من الأعباء على الدولة، حيث تقدر التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق نحو ما يزيد عن 30 مليار جنيه في عام 2015 باستخدام أسلوب الناتج المفقود، بينما تشير التوقعات بأن تبلغ التكلفة الاقتصادية في عام 2020 نحو 31 مليار جنيه، وأن تبلغ وفيات حوادث الطرق في نفس العام حوالي 6,211 حالة، والإصابات 22,255 حالة، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ترى هل الحل في زيادة تعويضات الضحايا من حوادث الطرق وحده كافي لحل تلك الأزمة؟ أم تحتاج القضية إلى حل جذري لمنع وقوعها من الأساس؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.
الحقيقة أنا هبدأ مقدمتي لهذه الفقرة من سؤال زميلتي العزيزة نشوى عبد العاطي اللي بشكرها وبشكر كل زملائي الحقيقة اللي عدوا هذا التقرير من فريق الإعداد والمونتاج، لأنه بيوضح حجم المأساة الحقيقية اللي احنا بنتكلم فيها. مصر بتعتبر من أكثر دول العالم في وقوع حوادث الطرق، احنا بنتكلم إنه